السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا بخير. زي ما انت شايف من عنوان الفيديو، الهوستل المهجور. انا الوحيد النزيل في هذا الهوستل، اصدقائي مفيش اي حد نهائيا. انتوا عارفين في زمن الكورونا ان السفر قل والسياحة حول العالم قلت جدا، بمعنى ان خلاص يعني في كورونا مفيش سفر، بعض الدول قافله وبعض الدول فاتحه. انا النهارده في مدينه روساريو في الارجنتين، اخطر مدينه في العالم زي ما الناس بتقول، ولكن ان انا شفته المدينه امنه تماما، يعني اديها نسبه خطر في الليل 30%، ولكن يعني انا اديها عنك على السؤال، اديها نسبه الامان حوالي 90%. انا نزلت في الهوستل لاصدقائي، لقيت الهوستل مهجور خالص، الغرف زي ما انت شايف يعني مفيش نظافه، مفيش نزلاء، مفيش، حسيت ان الهوستل مهجور، حرفيا مهجور. ولكن حصل حاجه غريبه جدا، لما وصلت الهوستل بالليل خبطت ما لقيتش حد خالص، قعدت اخبط ما لقيتش اي حد ولا حضر يفتح الباب. اضطريت ان انا انتظر ساعتين ونص امام باب الهوستل لغايه ما الصباح طلع وفتحوا لي الباب ودخلت. وقلت لهم انا اسم علاء الدسوقي، في حجز هنا؟ قالوا لي ما فيش اي حجز خالص. المهم اتصلت بصاحب الفندق على الموقع، قال لي فعلا في حجز وفي سوء تفاهم وبتاع، احنا اسفين، تعالوا ودخلوني. ولكن انا حسيت ان الهوستل مهجور نهائيا، بمعنى الايجارات الهوستل في حاليا في الارجنتين رخيصه جدا. في فرق بين الهوستل وفي فرق بين الهوتيل، بمعنى حاليا في فرق كبير بين الاثنين. والهوستل بيكون رخيص دايما، الهوستل بيكون رخيص ارخص من الهوتيل. ده ارخص هوستل يعتبر في الارجنتين في توقيت الكورونا. وانا حبيت اوضح لك الامور، ان الهوستل بيكون كومبارتير، غرف مع بعضها والناس مع بعضها، ولكن الهوتيل بيكون غرفه منفصله عن الهوستل. زي ما انت شايف في زمن كورونا، السراير اصلا مش عارف، يعني حاسس ان الهوستل مهجور والله. السراير اصلا مش عارف، فرش مفيش، يتم اصلا لان مفيش حد، يعني انا النزيل الوحيد والعامل اللي شغال بس فقط لا غير. تخيل هوستل مهجور، هوستل مهجور في الأرجنتين في روساريو في يناير 2022. دور على سفر او هجرة او لجوء او استثمار، فانت في المكان الصحيح. انزل اشترك في القناة ويتابع الفيديو للنهاية. تعالوا خلينا نشوف الهوستل من بره في الشارع. موقعه كويس، موقعه جميل جدا، موقع الهوستل جميل جدا. هو
اهوت، ولكن في زمن كورونا مهجور، مش حد خالص مهجور، لان السفر قليل، اصدقائي والسياحه في كورونا قليله، فتلاقي الهوستلات والفنادق بقى خلاص يعني فاضيه او خاليه وتلاقيها رخيصه. يعني السياحه في زمن الكورونا رخيصه جدا، تلاقي الفنادق رخيصه، الهوستل رخيص. دايما الهوستل بيكون مختلف عن الفندق في حاجات كتير. الفندق بتكون ليك غرفه خاصه بيك منفصله، غرفه بحمام بمطبخ، لكن الهوستل بيكون الحمام مشترك والمطبخ مشترك والسراير مشتركه. زي ما انت شايف اكتر، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة في دورين في 12، يعني واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر 11 12 واحد في غرفة واحدة في الهوستل. عشان كده انا بقول لك دايما الهوستل بيكون رخيص، وفي ناس ما بتفضلش الهوستل نهائيا، بتحب الخصوصية، بتحجز في الفندق، ولكن كل واحد حسب حالته المادية. الفيديو لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل الجرس ودعمني في اللايك، وانتظر الحلقات الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.